فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إلقاء الموعظة عند دفن الميت؟ هل يجوز إلقاء الموعظة؟ هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لما وجد أن القبر لم يتم إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم ينتظر إتمام إعداد القبر، وجلس حوله أصحابه، الرسول وعظهم في هذه الحالة، ولم يكرر هذا في كل دفن ميت. فإذا كان هنا عذر مثل هذا العذر لا بأس، أما غير ذلك فلا. الموعظة عند القبر إنما تجوز في هذه الحالة خاصة وما شابهها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.